غزالة ديالي مساء الخير عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا لا فيديو اللي غتكون ان شاء الله ترانسفورماسيون. يعني غادي نحاولوا هذا البيت اللي كان مكركب ومشقلب وما عرفيناش كيفاش ناميناجيوه، غادي ناميناجيه معكم بشويه ديال الحويجات اللي كانوا عندنا نيت، غادي نبدلوا من حاجه لحاجه. وحاجه اخرى كيف ما لاحظتوا نتوما، هذا البيت قليل فيه كنصور فيه، قليل فيه كنجمعوه، يعني اكثر وقيله من عام ما عملتلو شي اورغانيزاسيون جديده نيت وشي اميناجمون جديد، لان كنقول البنات راهم كبار سيرين 14 ولينا 12 وكنعطيهم هذا النوع ديال المسؤوليات، ولكن صراحه هما جديد عليهم هذا الشيء وباقي كيتعلموا، يعني وباقي في مدرسه الحياه كيف ما كنقولوا. انا براسي راه كبرت عاد وليت متوله وكنقادره، كنت غير مفروحه في صغري فيما مشيت اموري مترشه. دونك غادي نكوموندي لهم دي بيرو اون ميغوار ان شاء الله، مي هاد النهار كوميم قررت انني نقادو بداك الشيء اللي فيه، وبعد المرات غير كنبدلو من بلاصه لبلاصه كتكون النتيجه اروع، وهذا الشيء اللي غنشوفو. اهلا الغزالة ديالي، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير، وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. قولوا لي شد شويه داك الفم، عرفت شنو النهار عملت هاد البلونشيسمون عند مريم وانا حله فمي. لا الله يخليني ديما ضحكه ويخليكم ديما ضحكه. شوفوا اتحدى الطبيعه ورغم الظروف ساكون سعيده بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء كنبغي نبارطاجيه معكم ونقول لكم ان الحياه ما كتوقف على حتى شي مشكل. وشفتوا ستوري اللي عملت معكم في انستغرام البارح، ان ما عمر تخاف من شي حاجه لا توقع، لان اول حاجه الله فاش كينزل شي حاجه علينا ولا شي مثلا شي امتحان ولا شي ابتلاء فكينزل معاه اللطف. فاحنا ملي كنخافوا على شي حاجه باقي ما جابين لنا باقي ما موقعات كنخافوا فيها بلا لطف الله، لان حنايا كنعيطوا لها ونستقبلوها بلا لطف الله، فهذه كارثه. هذا الشيء كيدمرنا وكيدمر الداخل ديالنا. داك الشيء علاش نبغيكم اختي كاملين يبانوا لكم السنان، وإلا كنتي كتخافي تضحكي لان السنان ما زوينينش سير اختي قدي سنيناتك سير بعدي فوكوتي فوكوتي تخشر. دونك عامله الفيلي لداخل، عملته في 16 عام، عملته فاش كنت حامله في سيرين، ومره مره سناني كيصفروا كيوليو حالتهم، ودايوغ ما عنديش شي سنان زوينين زعما، راه غير حيت مليه فيهم. هذا الشيء علاش انتم حبابي يمكن لكم تقدوا الحاله ديالكم وتهلوا في راسكم بداك الشيء طبيعي، زعما ماشي ضروري هوليود سمايل، وماشي ضروري داك الشيء المكلف واللي صعيب واللي كيدخل العمليات والى اخره، غير داك الشيء التويشيه تخفف اختي وتولي لي سكسك، لان كل شيء هنا. بعض المرات انا براسي كنصح كنعقلش على راسي، كنضعف تمنوره وهكا لي ماكياج ني ريان، دي فوا كنوض واخا الماكياج واخا كل شيء بحال خي احمد زوين عليا. هاد الشيء ما كانش انا الدراري ما زوينينش، لا الدراري زوينين وزوينين حسن كاع، بعض منهم كاع حسن زوينين من البنات، مي هاد القضيه خي احمد هي زعما البنت كتخلي شويه الموستاش كتولي شعرها ملساه وهذا الشيء كامل. المهم شي شويه ديال الهيومور قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، وشي شويه ديال الطاقه الايجابيه. قول من هذه الجمله مع راسك، ساكون سعيده رغم الظروف رغم الطبيعه، ابى من ابى وكره من كره، بفضل الله سبحانه وتعالى. الا بغى الله وانت قررتي، واصلا الله الا بغاك وشافك بغيتي كتقلب على السعاده غادي يجي بالك صوت. المهم هذا النهار هذا الحباب الهدف ديالنا، غادي نقدوا هذا البيت سيرينو لينا، واخا انا كنت بغيت ندخل نعمل معكم فيه بحال هكذا بريباراسيون هذا حتى نجيبوا لي بيرو، حيت هنا قررنا غادي ناخذوا لي بيرو للبنات، لان انا كنسحب لي غيحفظوا نتا، حيت ما كنتش باغيه لي بيرو في البيوت والملونات وهادشي في البيوت، لان كيوسخ ماشي عليكم على الصغار، كيوسخ البيوت ماشي هنا في بيتهم. دونك سي بوت تاغ كو جو تيرمين، دونك باش ما يوسخوش البيوت، فبالتالي كوميم كيهربوا كيطلعوا يحفظوا بيتهم، فديما كنلقاهم عاملين هكا في الفراش، فخفت على ظهرهم. ديكو غادي نحيد هاد لابوفوز ماشي اليوم، حتى نجيب لي بيرو هي اللي غتجي في داك البلاصه باش يجي كلشي مرايا، وهنا غنخدم لهم هاد لوكوان كله دي بيرو مع دي بتيت شيز كونفورتابل وما يكونش كبار بزاف. مي ما هادشي اختي كنت نتنى على مي، كنت الحباب نتنى حتى نلقى الوقت ونمشي نقلب على لي بيرو اللي خاصني باش نبقى في لو ميم ديزاين ديال البيت. جي صافي الوقت غيمشي، هاد البيت خاصني ندخل له. دونك حنا حيدنا هنا لي ستوغ، كنا عاملين لي غيدو حنا نخلي مالكي او بور نوار او سي لاي لاينر او على كتشوف انا ديالي فيها لو بور نوار، فخديت دي غيدو من اكسيون اللي غنبارطاجيهم معاكم دابا. ودايو غنجاوب واحد الصديقه مسكينه لان بغات تسولاتني على لي غيدو نتا، حيت لا كولور ديالهم ولي ديمونسيون غنشرح لكم هادشي، جوبونس هي جديده معنا كنقول لها مرحبا بك. غادي نعلقوا لي غيدو غير ديال اكسيون ماشي مشكل، وهادوك اللي كنت عامله هنا دي ميزون دو موند وما جاوش زوينين، بارفوا خاصكم تشوعوا بالعقل، ديما التاويل كيغلب التجار. اي اوسي غادي لا طرينغ اللي جبناها من ايكيا في الدوري هي فيها مترو و20، دابا امين كيقطع باش تولي فيها مترو، وغادي نبدلو الخطوات. المهم وغادي نحلقو شي شويه البيت، ما نخليوش حتى يجيو لي بيرو باسكو سينو غيتكرفس بزاف. الو هاد البيت المشكل ديالو الحباب، هاد البيت المشكل ديالو هو انه عنده الحيط بحال هكذا ورا فيه الميتاي، حيت الفروشه هادو عملت لهم واسعين على الاقل واحد المترو 20، ديجا الماطله 90 ولي بوغ 10 10 سنتيمتر، وعاد باقي الخوا بيناتهم باش ينعسوا كوميم مرتاحين، حيت هما دابا عليهم بحال لي زاديت، وهذا الشيء ضيق لهم
زعما خدا المساحه ما ضيقش لي سباس، هو ها اللي ضيق لي سباس هاد الحيوطه. مي بون انا الويكان مسكني وانا شحال مرات هاد البيت راه فيه شي 18 متر ديال الارض المساحه، غير هما هادو اللي كيضيعوا. مي بون غادي نحاولوا نقدوه داكشي اللي كاين. الوغ هاد الخطوات من اكسيون بحال هادشي خذوه من اكسيون بريمار، حيت اخوتي والله العظيم لا كيتضبا وكيتعبكم في التحديد. ملي كتشريو اوز ب 7 اورو الا ضربت 3 شهور ما كتبقاش تصعملي في الجافيل وتضربي فيها تما، راه كتملي ما وتسيبي في الزبل حيت سي 7 اورو ماشي غاسبياج، ولكن دو توت فاصون حتى الغاليين كيدبغوا وما عتبقاش تنعسي في المضبوغين مضبوغين. فبحال هكا شوفوا شحال فنينو بوي. فاصون سي با ماتيغ ريسيكلي جو سي با سي ريسيكلي نو ما كنظنش. المهم خديت هادو من اكسيون، ها هما شوفوا الطايه الفراش ديالكم. انا خديت 90 على 200، هذه هي الفراش ديال واحد كتجي شي شويه مزبده، وكنت خديت هاد لو ريدو هذا غير صغيور قصيور اي واحد صراحه خاصهم جوج بحال د لا كوزين، ديتو غير شي 5 اورو ولا 4 اورو 50 ان سي سي على الخطوط مع بعضيتهم. المهم خديت لهم هذا، انا نقول لكم شحال فيه، في مترو 35 على مترو 40 ديال الطول، يعني الا عندكم شي مساحه طويله بزاف ما غايجيش زوين. هما اللي عامله انا في الكوزينه غير ديال اكسيون، وخديت لهم هذا ديال التحت ديتهم شي 8 ولا 9 اورو حيت كانوا في البرومو، وهذا خلصته ب 12 ماشي مشكل بحال نفس بحال 12. انتم غزي وولد ام برا، غادي نوريكم بعد الطريقه ديال التعليق كيف غنعلقوا واحد انا اون دو غير واحد بارك علينا. شنو هذه؟ شوفي شنو هذه. المهم ها انتم غزي وولد حباب ديال ام برا شفتوه، حتى هو في المترو 35 ديال لارجور على على 240 دو لونغور بارك عليهم، وجا في لا ميم كولور ديال الفراش ديالهم سي تري بيان، يعني جوج بهم شي 15 اورو. وخديت لهم حتى هاد لي بليت كنت ديتهم في الفور معكم نهار اللي خديتهم شي 6 ولا 7 اورو، خديت لهم جوج وخديت لهم كذلك هاد لي دو كادر 1 اورو 1 اورو باش ملي يجيو لي بيرو غنحطهم فوق لي بيرو زوينين هكايا في الدور. عندي لتحت بحال واحد كبير عجبوني بحال ديال ميزون دو موند الحباب شفتهم فنين هادو، وهما وهما بان اورو من اكسيون الحباب، دونك سافو لا بين. دابا ليتس جو حيت عندي رونديفو سي بوغ اجوستي لونغور سي تو فو شانجي اوكي وي وي داكور. ان غرو هذا الا بغيتو تنقصو هذا الا بغيتو تنقصو من الطول كتعملوه هنا بحال اللي عاملين هما في القاع ديال الريدو، كطولو الريدو ودوزو عليه البلانشا بحال اللي كيتخيط خليهم سي جامي ولا انا باغزون اون فيرا. فوالا الغزاله ديالي ليتس جو. الوغ الغزالات ديالي بحال ديما غادي نرجعوا للفقره ديال النصائح ديالنا، وضروري نتوما عارفين انا في الحياه ديالي واحد الانسانه اللي معطات بزاف، وكنبغي ديما وكنحرص ديما ان الفيديو ديالي على الاقل تخرجي بها بواحد النصيحه وحده، ابار لا موتيفاسيون ابار ستيل دو في ابار الضحكه اللي كنبغيها ديما تكون في وجهكم. حنا ما نقدروش نبدلو لي كاتاستروف ناتوريل اي حاجه في يد الله ماشي بامكاننا، فما يمكنش اي افات غتوقع في الحياه غادي نكرتو الحياه ديالنا وغادي يعني ندخلوا في واحد الحزن العميق، لان سبحان الله خصكم تعرفوا في الحياه كاين الايجابي والسلبي، فهاد القاعه كيكونوا ولادات وفي القاعه اللي بغرطه كيكونوا وفيات، يعني حاجه اللي طبيعيه. غير هو كنصحكم ما تتعمقوش بزاف في الامور، لان كاين شي حوايج اللي ماشي بيدنا اللي بيد الله سبحانه وتعالى. الا قدرتوا تعملوا شي دعاء اعملوه، اللي ميسر واستطاع يعاون ماديا يعني شي مساعده كثيره، ماشي شي حوايج اللي ما متاكدينش واش يوصلوا ولا ما يوصلوش، فجزاهم الله بالخير. انتم فهمتوني علاش كنهضر اكيد. حاجه وحده اخرى بغيت نقول لكم، اللي تكون عندكم كركبه بحال هكذا الحباب ما تنساوش انكم تبداو بالفراش باش تنقص عليكم 50% ديال التمره وديال الروينه. هادشي كيموتيفي وكيخليكم تخدموا، لان الا كانت روينه بزاف كاين بزاف الاخوات اللي كيدهشوا. كنعاود نكرر هادشي لانني كناخذ ديما بعين الاعتبار ان كاين معنا بنات جداد واللي كنقول لهم ديما مرحبا بهم. وحاجه وحده اخرى الحباب، ملي تقدوا الفروش تشريوا الفروشه ديالكم ولا تعدلوهم عند شي واحد، حرصوا انهم يكونوا عاليين على الارض باش ما تتعذبوش، باش تخشيو الاسبيراتور ديالكم بسهوله، تخشيو الشطابه ديالكم بسهوله، تخشيو الكراطه ديالكم بسهوله. وحاجه وحده اخرى الحباب، كنتمنى في هذا النهار الجمعه حنا كاملين في صلاتنا نعملوا الدعاء للضحايا ديال تركيا وديال سوريا، الله يرحمهم ويوسع عليهم. واكيد اللي كيحزن على شي واحد ماشي ضروري يبين الحزن ديالو، الحياه كتستمر، الناس كيموتوا لهم الوالدين ديالهم وكيموتوا لهم الله يحفظ الحباب ديالهم، وفي داك الكنازانيت كتلقاوهم في الاخر ديال النهار خرج الضحك وخرج، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي عمل هذه النعمه ديال النسيان. حاجه اخرى الحباب، كنصحكم كاملين تبعدوا لي من القنوات اللي فيهم الماساه بزاف وفيهم المشاكل اجتماعيه وفيهم البكاء بزاف، لاننا حنا كلنا كنعانيو واخا ما كنردوش البال لراسنا. واكبر دليل هو هادشي اللي كنشوفه مؤخرا الامراض النفسيه بزاف، وانا واحد الانسانه بيدي اللي حساسه بزاف، دايور اللي كيضحك بزاف خاصكم تعرفوه راه كيكون كيبكي بزاف وحساس بزاف والله اللي عالم. داكشي علاش اخوتي خديت قاعده في حياتي، اللي جا عند الله مرحبا به، ماشي انا اللي نقدر نبدل الوضعيه، وكنبعد راسي من اي مشاهد اللي تقدر تضرني. هاد الطبي
هذا هو اللي مسكينه اللي النهار اللي طاحت هنايا شتوها تحرقات اللي طاحت لاكريس كان هذا بين الفروشه و 100% كان كيحرق الطابو وحرق لا لحمه وحنا ما فاطنيش ودابا كرهت بابه كنشوفو ما كتبش عليكم كنتقلق تنجيب لهم شي واحد اخر قري دابا محتاجينه ونسيب عليا الويل ما بقاش يفكرني حبيبه ديالي شوفوا شنو نعمل في الطابي ديك لابلاك هادو الا كنتو مهتمين صراحه انا براسي ما زدتش لقيتهم كنت خديتهم من بريمارك ب 7 اورو في النيل ما لقيتهمش الحباب تسالاو الو هنايا الا شفتو عندي لابريس حيت هنا كنت غنخدم لهم هاد الحيط كله دريسينغ الساعه ما جاش كنت عقلت وكنا عملنا هنا وضيق البيت ومن بعد حولنا لجهه اخرى الو فوالا دابا ديك الساعه نقول لكم هاد البلاصه هادي هنايا بقات لي تقريبا اطو الا طلعت الفراش كثر فوالا بقات لي تقريبا واحد المتر و 40 حيت الجلي جا فيها متر و 20 على 20 هي شي متر و 40 دونك خاصني نعمل لهم هذا كله غنخدموا لهم بيرو غير خاصني ناخذ نشوف غير لي بيرو اللي خاصني عاد ان شاء الله نجيب عاد نشري زعما ما نشريش وصافي الوغ بحال هكا دعمت لهم اللعيبه ديال الريدو اللي وريتكم صراحه شخ غزال الحباب شوفوا معايا
جا غزال وبنين كيبغيو ينعسو كيطلقوه كيتشد كله وتما غادي تكون غيكون الشوفاج باقي ما جا الشوفاج هو انتحت باقي ما ركبناه دونك تما غادي يكون الشوفاج ديكو هذيك البلاصه واخا تبقى ماشي مشكل واخا تبقى بحال هكداك وهنايا غادي تضرب هذا كله بيرو وداك الكفري غادي نشوف حيت فريمون هذاك عملي بزاف كيعملوا فيه الكتب ديال المدرسه ديالهم ما كيبقاش الروينه في البيت عملي بزاف فوالا هانتوما شوفوا معايا هنايا لي سباس حتى هو كيفاش جا وتما هذيك لاكواف جات احسن وحتى بالنسبه لي زارموار لي دريسينغ ديالهم جاو زوينين هكذايا حتى بالنسبه لهنايا الحباب شوفوا معايا كيفاش جا لو روندو المهم طاح الظلام داكشي علاش كتشوفوا داكشي مضبب جا رائع عجبني بزاف لو روندو بنات لي مهتمين هاد الفروشه كنت قديتهم عند احمد كنت شاركتهم معاكم كيف ما كتشوفوا كابيتونيس تقولي مخيرين شفتوا التحيت ديالهم حتى هو مغلف وحاجه اخرى كنت عملت لهم الرجلين عاليين 10 سنتيمتر باش كندخل الاسبيراتور بلا ما نحرك الفراش لان فريمون كيخدموا بلو بوا ماسيف وكي كيجيو كيوليو ثقالين يعني صعابين شويه في الهزه وهنايا عامله لهم هاد لابتيت كوموند وهاد اللعيبات هادو من ميزون دو موند حتى هما جاو زوينين فيها الغابيل بحال هكدا الدوري هاد البيت ما بغيت نعمل له حتى شي حاجه اخرى تخدم كله مرايا حتى لي بيغو اللي غناخذ لهم خاصني ناخذو ليهم ديال المرايا باش يمشي كلشي بحال بحال سلام هادي غير انا تما الدريسينغ ديال لينا وهذا ديال سيرين حيت على حساب الحيط ما قدوناش جوج كبار وهذيك تما جات غزاله حتى هي ومازال عندهم لي سباس هانتوما هنايا مازال عندهم منين دوزو سي تري دوماج على هاد الحيوطه مي معليش حنايا قديناها على حساب هاد الحيوطه اللي فيه فوالا حتى غادي يجيو البيرواد المرايا تما غادي يعطيو بزاف وغادي يرجعوا البيت غيولي عملي كثر لان بحال اللي قلت لكم كيتعذبوا شويه مساكن في الحفاضه كيتعذبوا بالفراش ديالهم يعني جالسين في الفراش هانتوما هادو لي دريسينغ ديال البنات لي باكس هذا من دار اخرى وهذاك الصغير اللي شريناه بحال هكذا مقدالو فيهم حويجتهم السريولات هذا المهم كيهزوا هادو ديال ايكيا الصراحه كينظموا بامتياز كتلعبوا بهم كيف ما بغيتوا هنا يعملوا لهم هاد لي بتي باني باش كنجمع لي سوفيتمون لي الشارب هذاك الشيء كامل وهذا نورمالمون سي ان بلاطو كوليسون كيخرج لعندها طيحت لها شي حاجه تما شو طيحت ليها سي بون بلاطو كوليسون كتجروه كيخرج لعندكم نورمالمون بوغ بيجو ولا تعملوا فيه اللي بغيتوا هي مستعمله بحال هكذا المهم براسك نخليها تعمل داك الشيء اللي بغات وهنايا معلقه الحويجه ديالها وتما باقي عندها لي سباس تعمل فيه اللي بغات المهم حاليا ما محتاجاش فوالا بحال هكذا وانت حيت عندها ديك البلاطو كوليسون ديال الصباط فوالا الغزالات هادي جا معالهم بزاف جا معالهم كاع داكشي د الشعر ماشي الماكياج لي كريم لي سوشوار لي بلاك لي شوفوا معايا كيف جا معالهم بامتياز هادي بنينه اللي شفتهم جا معالهم داكشي كامل ديالهم مجموع هنايا غادين بهذه الطريقه هادي باش كيبقى لهم كلشي ديالهم على يدهم فوالا هادشي ما حد يقولهمش حيت هادشي هما دابا كبار ماشي يقدوا براسهم عرفتي شي حاجه بحالات هنايا دابا هما كبار يقدوا هادشي راسهم فوالا الغزاله شوفوا معايا هادي هادي هويا من صغيوره شتو هويا ديالي مسكينه شحال كانت صغيوره بس سي هويا تي بونسي كو سيتي كي لا ماشي انت هادي هويا هادي هويا ديالي شتويا صغيرة فوالا بحال هكذا هنايا سيرين عملت التصاور ديالها المهم خليتها تبرصات لصقو ما كيبانوش اصلا وهي بغات تعمل داكشي ديالها سي تخو قالت ليكم سي تخو بو هنا فكرت في هاد هاد الارض عندي دي زيتاجيغ من تحت بيض بوتيت نعملو له الارض كل يكون مكتبة تنجيب لي بيغو نشوف تنجيب لي بيغو وانتوما قولوا لي الراي ديالكم حيدا سيرين هذا قولوا لي الراي ديالكم في هاد البلاصه هادي كيفاش تبان لكم بيروات انا نقول لكم شحال فيها هذا الطول 1 2 3 4 5 6 6 في 6 هي 36 فيها 3 متر و 60 ديال الطول حيت كل جلي جا فيها 60 سنتيمتر ديال العرض المهم انا بيان سور الا عملت لي ريدو غادي نعمل لهم غير لي ريدو ما كبارش بزاف غير صغار وانتم قولوا لي شنو الراي ديالكم واش الفكره زوينه ولا لا وبليشي خاصهم بيغو الفوق لان ما بقاوش كيبغيو يحفظوا لتحت والظهر ديالهم غادي يتقوس ليهم اي فوالا هذا هو لو روندو بحال هكذا فوالا الغزاله ديالي هانتوما شوفوا معايا لو روندو كيفاش جا مانيفيك تبارك الله وعاد كثر الى عملنا لي بيغو وداكشي اسختي الغزالات ديالي وصلت معكم لاخر الفيديو هذا المقطع الزوين صراحه النتيجه كانت مرضيه جدا جدا وتخلصنا من شحال من الكركبه من الحوايج اللي ما خاصنيش بهم شنو بغيت نقول لكم الغزالات ديالي الا عندكم شي مكان من نقدر ناخذ لي بيغو ديالي اون ستيل فورم ميغوار زعما يكون حتى هما المرايا باش نبقاو في لو ميم تيم ديال لا شومب وما يكونش كبار بزاف واكيد يكون ديما ثمنه معقول حيت اختكم ما كتمشيش للرخا بزاف ولكن ما كنمشيش للغلا بزاف كنبقى على حساب البيدجي ديالي يعني جو مغوين با كنمشي على حساب البيدجي ديالي ولي بيدجي ديالي والحمد لله إلي موين الله يدوي من نعم ويحفظ من الزوال تصبحوا لي على خير وإلى فيديو مقبل.